قبل إنجاب أطفالي كنت عازمة إنه قدوم طفل لحياتي صراحة ما يوقفني على الإشي اللي بدي أعمله. كثير امهات بعثوا لي انه هديل بنخاف نطلع مع اطفالنا يعني لاكثر من سبب، انه مثلا بعد المكان بحسوا انه المشوار يمكن كثير متعب على الطفل، المكان هديل مثلا هل هو مناسب. انا بالنسبه لي يمكن اكبر يعني تخوف من الامهات ومن الاهالي هو عدم المعرفه بالاماكن.